خوتي هذا هو المطلع ديالنا، هكا كيجي. هانتوما كيف تشوفوها من الداخل، هانتوما خاوي من الداخل، هانتوما درنا فيه البصله الخضريه والطون، هانتوما راه مهوي ما معجنش اخوتي. هانتوما شوف شوفوا البطبوط كي داير، شوفوا ها اللي معمر راه كيجي غزال وكيجي فن. هانتوما حبابي هانتوما كيجي زوين. ها هذا هو البطبوط ديالنا، ممكن تجمعيه في الثلاجه، ممكن ديري فيه اللي بغيتوما، عامر بالطون والبصله كيجي زوين. ونتمنى انه يعجبكم ورقكم، وما تنساوناش بالطلب اللايكات الله يخليكم، وما تنساوناش بالمشاهده. نتمنى يعجبكم هذا المطلوع ديال الطون والبصله، نتمنى انه يعجبكم، والى اللقاء. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وبسلامة. ومرحبا بكم عندنا في هذا النهار، مرحبا وألف مرحبا. اليوم غادي نقدم لكم واحد المطلوع معمر بالبصلة الخضرية، البصلة الخضراء كيف كتشوفوا هنايا، البصلة الخضراء والثوم. غادي نديروه بالمطلع بالبصله الخضاريه وبالثوم. غادي ندخلوا دابا للمقادير ونشوفوا شنو كنحتاجوا. هنا عندنا البصله تقريبا، هنا كيلو البصله مقرد مقرد كيف ما قرطتوه. هنا باقي غادي نشحروا هاد البصله باش تطيح لينا. عندنا هنايا القزبر والمعدنوس مع شويه ديال راس ديال الفلفله، اللي بغى الفلفله يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. عندنا هنايا القزبر والمعدنوس، غادي نزيدو على البصله هانتوما كي كتشوفوا. عندنا بالنسبه للتوابل، عندنا هنا شويه ديال الجزر محكوك، حتى هو غادي نضيفوه الجزر. بالنسبه للطون ممكن تضيفي علبه واحده، ممكن تضيفي جوج ديال العلب، هانتوما حسب اللي موجود عندك. انا غادي نضيف علبه ديال الطونه. بالنسبه للتوابل غادي نضيف التوابل، غادي نضيف شويه ديال الكمون، شويه الكمون، شويه التحميره او الفابريكا. هنا شويه التحميره او الفابريكا. عندي هنايا شويه ديال الفلفل او الفلفل البزار، البزار اللي كنديرو. عندنا شويه ديال القزبر ناشف، غنضيفو شويه ديال القزبر ناشف، غير شويه القزبر ناشف، شويه ديال القزبر ناشف. وغادي نضيفو الملح، وغادي نضيفو البزار لان البزار ما حطيناهش. نمشيو نجيبو البزار، نضيفو شويه ديال الملحه بحال هكا، نملحو الخليط ونضيفو عليه شويه ديال الزيت فاش غادي نشحروه. بحال هكا نضيفو شويه ديال الزيت، او نضيفو شويه ديال زيت العود، مقدار ديال الزيت فاش غادي نشحروا هاد الخليط. ممكن نضيفو هنا شويه ملون او شويه الخرقوم حتى هو نضيفوه. غادي نمشيو نشحروا هاد البصله ونشحروا القزبور ونشحروا سميتو بعدا الجزر، حتى ينزل لينا البصله ويتحاد الخليط باش نخليوه يبرد لينا، ونرجعوا نديروا عليه الطون حتى يبرد، عاد كنديروا عليه الطون حتى نبغيو نعمروا به. ومن بعد غادي نجيو باش نعجنوا العجينه، نعجنوا العجين. يلا نتلاقاو ان شاء الله. غادي نشحر هاد البصله كيف كتشوفوا هنايا، نشحر هاد البصله حتى تنزل ليا. وغادي نخليها كتبرد باش نزيد عليها الثوم ونمشي نعجن العجينه. هانتوما كيف كتشوفوا، هنا درنا كاع التوابل، درنا البصله، درنا القزبر والمعدنوس، كلشي درنا هنايا. درنا شويه ديال الفلفله حاره، درنا التوابل كله، يعني سكنجبير، البزار، الفابريكا، كلشي درنا هنا.
هاد البصله الخضريه درنا الزيت وشويه الملح ونشحروا الخليط مزيان. عاد نجيبوا هذاك الحك ديال الطون او جوج الحكات ديال الطونه، نخليو البصله حتى تنزلينا ونمشيو نتيوها، نخليوها تبرد باش ما تقطعش لينا العجينه، ونمشيو نعجنوا العجينه ديال المطلوع اللي كنقولوا حنا المطلوع في المغرب. والدول الاخرين راه كيقولوا بحال العيش، المطلوع ديالنا بحال العيش، هي العيش كيكون رقيق، وحنا كنديروا المطلوع شويه. غادي تشوفوا الطريقه ديالي شنو المطلوع شحال من مره درت معكم، ولكن هذه طريقه اخرى معمر بالبصله الخضريه، البصله والثوم كيجي زين. شي حاجه اللي كتكون زوينه ديريها العشاء او الكاسكروت، انا دابا كنديروا الكاسكروت. او هادشي اللي كاين، غادي نشحن ديال البصله، خليوها تشحن لينا مزيان. كتعرفوا الفوائد نتاع البصله زوينه، البصله بهاد الطريقه كتجي زوينه. غادي نزيد واحد شويه الهريسه باش يجيني شويه زوين. نضيف شويه ديال الهريسه اللي كتكون حارة ديال الزيتون بحال هكا، هانتوما شوف هكا. واللي عنده ولاد صغار ما بغاش يزيد الهريسه ما يديرهاش، انا ولدي عزيز عليه الحار. هانتوما راه درت كميه نص ديال، ولكن راه كتنزل ما كتبقاش باينه. هانتوما ايوا شجعونا اخوتي الله يخليكم، كملوا لينا الفيديو بالمشاهده، وما تنساوش احبابي اللايكات، والله يكبر بكم. راه كتنساو ليا اللايكات في الفيديوهات، يعني كنشوف الناس بزاف كيجيو في الفيديوهات ولكن اللايكات ما كاينينش، واش كتنساوهم احبابي؟ الله يخليكم لما ديروا اللايكات ويستر عليكم. راه حنا دابا غير كنشاركوا معكم هاد الوصفات، اللي كنشاركوا معكم هاد الشهيوات وصافي، راه باقي ما كاين والو. هانتوما نخليها تشحر مزيان حتى تنزل ليا، عاد ندير عليها وندير فوق منها الطون. الطون على حساب الكميه، على حساب باش ما كثرتو الطون، يعني باش ما كثرتو الطون راه كيزيد، يعني انا على حساب اللي موجود. نخلوها حتى تشحر لينا مزيان البصله، حيت هي باقي غادي تطيب في وسط الخبز، مغاديش تبقى بحال هكا. صافي عليها، غادي نطفي عليها، وغادي نمشي ندير عليها الطونه ونديرها شويه تبرد في الثلاجه. هانتوما خوتي بعد ما تشحرات ليا البصله، هانتوما بعد ما تشحرات البصله هادي، هانتوما كي دايره بحال هكا. كنضيف عليها الطونه بالزيت ديالها، يعني كنضيف عليها الطونه بالزيت ديالها، كان نمعكو شويه هاد الطونه باش تدخل لينا في الخليط كله، ونخليو الخليط حتى يبرد، نخليو الخليط حتى يبرد لينا. هانتوما الطونه باش تدخل في الخليط كله، باش الا وزعنا هاد البصل والطونه على العجينه يكون كل عجين فيها طون. هانتوما
كتجي واحد المذاق اللي زوين لذيذ. هانتوما البطبوط غادي نمشيو نعجنو العجينه ونرجعو معكم. نخليو هاد التبيله ولا هاد الشرموله تمشي تبرد لينا. غادي نحطها في الثلاجه باش تبرد لينا على ما نساليو العجينه ونجبدوها باش نعمرو بها. وغتشوفوها كيف جات. غادي نحلو هاد الطول باش يتوزع علينا على الخليط كله. ولا بغيتو ديرو جوج نتاع العلب ديال الطول ممكن ديرو جوج، ممكن ديرو ثلاثة، ممكن اللي عندكم نتوما ممكن تكتفيو فقط بالواحدة. ايوا هادشي اللي كاين. نتمنى انها تعجبكم وتروحكم. غادي نطلع بالطون والبصلة الخضارية. يلا نمشيو نعجنو العجينة ونرجعو معاكم. نتوما هانتوما كيف كتشوفو هنا عندنا هنا الدكيك الابيض وعندنا هنا شوية ديال الفينو، تقريبا نص كيلو ديال الدكيك الفورس وربعة ديال الفينو هنا اللي كاينه هنا. هانتوما كيف كتشوفو، هانتوما هذا الفينو والفورس نعجبكم. وتنديرو هنا شوية ديال الخميرة، شويه ديال الملحه، قياس ديال الملحه لان غادي نعمروه والعماره فيها الملحه. غادي نديرو شويه ديال في العجين، نديرو شويه ديال الهريسه، شويه ماشي بزاف، شويه الحار غير شويه، شويه ديال القزبر حبوب، شويه الكمون وشويه القزبر حبوب، غير شويه من الحاجه ماشي بزاف. هانتوما غير شويه القزبر حبوب وصافي. غادي نعجنو بالماء، لو بغيتو تضيفو شويه ديال السكر ممكن تضيفو. انا ما غاديش ندير السكر، ماشي ندير السكر اخوتي. صافي غادي نعجن العجين بالماء اللي كيكون سخون. صافي العجينه معروفه هكا، كنبقاو نديرو بالماء. هانتوما العجين شحال مره عجنا معكم اخوتي، وهانتوما كنبقاو نعجنو. دغيا العجينة المطلوع دغيا او الاطايف او اللي بغيتو تسميوهم راه كيجيو زوينين. هادو بهاد الطريقة كيجيو زوينين مختلفين ومذاقهم مختلف على المطلوع اللي كنديرو دائما. صافي غادي نجمعو هاد العجينة، غادي ندلكوها، غندلكوها مزيان العجينة. غادي خصها العجينة تخدم مزيان. صافي كنكرسو وكنعمروهم وكنخليهم كيخمرو لينا. غادي نمشيو معاكم مرحله مرحله حتى نكملوا الطريقه. كيف ما قلنا لكم درنا هنايا الخميره ودرنا الملحه ودرنا شويه القزبر يابس، شويه ديال الهريسه حاره في العجينه. صافي غير شويه شويه ماشي بزاف، شويه الكمون غير باش نسمو شويه العجينه. وغادي نعمروها ان شاء الله بالبصله، نعمروها بالبصل والثوم وصافي. كنطيبوها في الطاسه فوق الغاز، ما كاينش شي حاجه كثيره. نتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان. اللي عندو الروبو ممكن يعجن فيه. كنغطيو العجينه بالميكا، كنغطيو العجين ديالنا حتى يرتاح لينا، ومن بعد كنرجعو باش نقطعوه ونعمروها ونخليهم كيخمروا لينا. ونوريكم كيف جاوا في الطبق التقديم ان شاء الله. نبقاو معكم في الطريقه حتى نعمروهم قدامكم.
ونخليهم كيخمروا لينا يعني يطلع فيهم الخميره، وكنطيبوهم في المقله او الفرن اللي عجبو يطيبو في الفرن، ممكن يطيبوهم في الفرن. يلا نخليو العجينه ترتاح لينا شويه ونرجع معاكم. رجعت معاكم بعد ما بردت لينا الخليط ديال الطونه والبصله الخضاريه، البصله الخضراء كيف كتشوفوا هنايا هي والطونه. بعد ما بردت ليا عجنت العجينه، هانتوما كنقطع دوك الطريفات ديال الطون باش نوزعهم في العجين. العجينه بعد ما عجنتها بحال هكا كيف كتشوفوا، ها هي شوفوا العجينه كي دايره زوينه. كنشدوا العجينه قطعناها بحال هكا، غادي نضيفوا شويه دقيق فوق سطح العمل بحال هكا، وكنقرصوا العجينه كنقرصوها مزيان. كنقرصوها باش نديروا الحشوه في وسط منها، غادي نخلوها بحال هكا. وغادي نجيبوا الحشوه ديالنا اللي فيها الطون والبصله. انا بغيت كنذكركم عاود حتى كل مره كنعاود كنوزعوا الخليط بحال هكا حسب الكميه اللي بغيتوا، ولا استعملوا ايديكم. باش نستعمل ايديا انا باش ما تصبش ما تقيش ليا العجينه من الداخل. على فكره هاد العماره هادي او هاد الحشوه ممكن ديروها في اي حاجه، في ليكيش ممكن تعمروا بها البريوات، ممكن تعمروا البريوات بهاد الحشوه ديال البصله والطونه، ممكن تديروهم في ليكيش كتجي زوينه، ممكن تصاوبوها وديروها في الثلاجه. رمضان ها هو جاي بالصحه وبالسلامه، بحال هاد المطلوع وبحال هاد الشرمولات كيجيو زوينه بحال هكا. كنعمروها وكنخليوها ترتاح لينا باش نرجعو نقرصوها. غادي نخليوها على جنب بحال هكا، نديرو شويه دقيق ونخليوها على جنب ترتاح، ونصاوبو وحده اخرى. هانتوما بحال هاد العمارات كنصاوبوهم وكنديروهم في الثلاجه في الفريكو، ولا بغيناهم كنجبدوهم بنهار واحد وكنعمرو بهم ليكيش او كنعمرو بهم البريوات. بزاف ما تديرو بهاد الحشوه، يعني حشوه سهله. البصله الخضاريه موجوده كاينه دروكا ودغيا كتوجد. غنجيب شويه العماره هكا، الى شاطلينا العماره كنزيدوها كنديروها في الثلاجه هكا. هانتوما كنجمعها بحال هكا صافي، كنجمعها وكنديروا خبيزات على شكل كومير، وكنعمروا بهاد العماره. مره اخرى نديروا معاكم ان شاء الله، وكنديروا في الفران. هانتوما صافي كنخليها كترتاح، وكنجيب وحده اخرى وصافي. هادشي باش ما نطولوش عليكم الفيديو اخوتي. هانتوما ما كنقرصوهاش في الاول العماره، ما كنقرصوهاش بزاف حتى يطلقوا لينا، عاد نقرصوهم باش نديهم يطيبوا ونخليهم يخمروا لينا واحد شويه، وكنديهم كيخمروا. بحال هكا العجينه دغيا كتمشي معاكم. كنجيبوا العماره وكنديروا فوس ديال البطبوطه، كنديروا فيها الطون. هانتوما هالطون صافي، كنمسحو يدينا باش ما نوسخوش العجينه من الداخل من الخارج هكا. كنجمعوها وصافي باش ما يخرجش لينا داكشي من الداخل، ولا خرج لينا ماشي مشكل هكا صافي. وكنخليهم نكملوا هذه الكميه اللي عندنا
ونخليوها ترتاح. من بعد غادي نجيو باش نقرصوا الخبيزات ونخليهم يخمروا لينا، يعني غادي نقرصوهم، نقرصوا العجينه بحال هكا باش ما نعاودوش بحال هكا نقرصوا العجينه. هانشوف كنقرصوها بحال هكا وكنحطوها كتخمر. بغينا نطيبو هادو في الفران ممكن نطيبوهم في الفران، وبغينا نطيبوهم في البوطه ممكن نطيبوهم في البوطه. انا غادي نديرهم على شكل مطلع بحال هكا وكنخليهم كيرتاحوا ليا كنقرصهم. من الاحسن تخليهم يرتاحوا باش الا بغيتوا تقرصوهم ما كيخرجش لكم العماره، ما كتخرجش العماره، كتخليهم يرتاحوا. انا غادي نخليهم يرتاحوا ليا. واحد الريحه في هاد العماره غزاله غزاله هاد الريحه اللي فيها. صافي غنخليهم نقرصهم نديهم يخمروا ليا شويه، يعني نخمروهم نخليهم نغطيهم في بشي حاجه ونخليهم يخمروا. من بعد ملي يخمروا نطيبوهم في المقله. من بعد ما سخنات لينا المقله وخمرات لينا العجينه غادي نطيبوهم، نخليو المقله حتى تسخن لينا كيف كتشوفوا هنايا مقله ثقيله، وغادي نجيبو العجينه نطيبوها. نجيبو الخبيزات ديالنا بحال هكا، ممكن الا باش ما يجيوناش غلاظ نقرصوهم شويه في وسط المقله. هادو دابا عامرين بالبصلة، شفتو العمارة باش عمرتهم. صافي كنقص البوطة وكنخليهم يطيبو على خاطرهم. هكا صافي كنخليهم يطيبو على خاطرهم، كنقص البوطة عليهم وهانتوما كتشوفو فيهم حتى يطيبو. نخليهم حتى نتوما شوفوهم كيتنفخو، ها نتوما كتنفخ الخبزة. غادي نقلبها على الجهة الأخرى، كنقص البوطة باش ما يتحرقوش ليا، ها نتوما، ونقلبها على الجهة الأخرى، ها نتوما، وكنخليها طيب بشوية عليها، كنخليها طيب شوية عليها، شتوها؟ واخا تحل ليكم شوية من الجن ماشي مشكل، كنخليوها هكا طيب مزيان. هما دابا خامرين، هاد المطلع خامر لينا، يعني كيجي شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي طوب. الا بغيناها تطلع لينا مزيان كنسدو عليها بشي حاجه بحال هكا الا تحلات، وصافي كتبقى كتنفخ لينا. ها هي كيف كتشوفوا هما كيطيبوا، كنخليهم كيطيبوا على خاطرهم، كطيب المطلع على خاطرها من الجوانب كلها. صافي ملي كيطيبو كنقدموهم مع اتاي او مع القهوه اللي موجود عندكم، كنقدموهم معاهم. الاحسن كيتقدموا مع اتاي يكون سخون وهما كيكونوا سخان. يا سلام شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي مصنع يديك وكتعرفي شنو درتي لوليدات. هانتوما الا تحلات لكم شي قط كتضيفوا شي حاجه، هانتوما الشكل راه كيطلع، ها راه كيطلع المطلع. صافي كنبقاو مع المطلوعه حتى كطيب لينا، كنقلبوها على الجهه الاخرى وكنبقاو حتى تتحمر لينا المطلوعه ونحسو بها طابت لينا مزيان. صافي كنبقى نقدموهم. ايوا هادشي اللي كان، نتمنى انكم تشجعونا وديروا لينا لايك، وما تنساوش شي تعليق زوين كيف ما لفينا ربي يخليكم. وما تنساوش اهم شيء هي المشاهده، كملوا لي الفيديوهات الله يخليكم. وما تنساوش اللايك احبابي، راه كتنساو اللايك، الله يخليكم ليا ربي يحفظكم. هادشي اللي كاين، كنطيبو المطلوع بحال هكا وراه كيجي مطلع كبير. شوفوا هانتوما المطلع كيفاش كيجي، الا بغيتو ديرو حجم صغير ممكن ديرو حجم صغير. دابا راه كتنفخ لينا، ها شوفوا ها راه منفوخه، هادي كتبان لكم هكا راه منفوخه خويا،
من الاحسن ها انتم شوف 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 كيف يتنفخ ها انتم ها ها هي كيف تنفخ واخا مشلوله ليا من الجنب ها انتم شوف طلعات واخا مشلوله من الجنب كطلع ها شتوها هذيك الزويده كتنزل ديال الطون وديال سميتو كتنزل كتحمر ها هي دابا نزلات عاوتاني هي غادي تطلع شي حاجه اللي زوينه كنشوفو كنقصو البوطه تحرق لينا المطلوع هادشي اللي كاين نتمنى ان عجبكم وطرقكم من الطيب لينا نوريكم كيف جاو في الطبق التقديم